سلام جمهورية السودان، سلام سلام. رائد احمد مراد من الحرس الجمهوري، حرس الشرف جاهز للتفتيش يا فندم. Thank you.
تابعنا مع حضراتكم مشاهدينا الكرام مراسم الاستقبال الرسمية التي أقيمت بقصر الاتحادية لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني لفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وذلك في مستهل زيارته إلى مصر. رائد احمد مراد من الحرس الجمهوري، حرس الشرف جاهز للتفتيش فندم. Thank you.
جوار جغرافي ولغة واحدة ومصالح مشتركة، محاور جعلت العلاقات المصرية السودانية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ وتمتد على مر العصور. فالسودان الذي يمثل العمق الاستراتيجي الجنوبي لمصر يعتبر امتدادا طبيعيا لأمنها القومي. ومنذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكم عام 2014 أولت القاهرة أهمية قصوى لعلاقاتها مع الخرطوم ضمن إعادة تحديد وصياغة سياستها الخارجية، خاصة بظهيرها الإفريقي، لتدشن مصر مرحلة جديدة من علاقتها مع السودان عنوانها العلاقات الاستراتيجية الأخوية، وهو ما عكسته حجم الزيارات المتبادلة بين الجانبين على جميع المستويات. لمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي جميل عفيفي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني يا فندم، زيارة مهمة، كيف ترى دلالتها؟ هي طبعا زيارة مهمة في توقيت مهم جدا، احنا شايفين العالم كله متأثر بأحداث الحرب الروسية الأوكرانية، شايفين في إعادة ترتيبات ل العديد من الأمور الاقتصادية والأمور السياسية على مستوى العالم كله والأمور الاستراتيجية. فطبعا هذه الزيارة النهاردة هي زيارة مهمة، زيارة تؤكد على عمق العلاقات التاريخية والعلاقات الجيدة بين مصر والسودان. طبعا احنا من عام 2014 حتى وقتنا هذا الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى أهمية قصوى إلى العلاقات مع السودان، ومصر تقدم كل الدعم للدولة السودانية في كافة المجالات، المجالات الصحية، المجالات الاقتصادية، وأيضا محاولة العمل على الاستقرار داخل دولة السودان وعدم وجود أيادي خارجية أو دول خارجية تسعى إلى إثارة الفتنة أو إثارة البلبلة داخل السودان. تسعى الدولة المصرية دائما للوقوف بجانب السودان من أجل تحقيق الاستقرار، من أجل تحقيق التنمية الشاملة داخل الدولة، وهو ده اللي شاهدناه خلال الزيارات اللي بتتم خلال السنوات الماضية من عام 2014 حتى وقتنا هذا. وده ليه أهمية قصوى، السودان لها أهمية قصوى بالنسبة للدولة المصرية بما أنها العمق طبعا الاستراتيجي للدولة المصرية، وأيضا تربطنا علاقات، وهناك علاقات قوية وعلاقات متينة ووحدة في الآراء ووحدة في الأفكار، وهو ده اللي احنا شفناه في مباحثات سد النهضة والعمل الثنائي المشترك بين مصر والسودان من أجل تحقيق المكتسبات المصرية السودانية. يعني يا فندم، هناك الكثير من الملفات والقضايا الإقليمية التي يعد تنسيق مواقف البلدين بشأنها أمرا حيويا، وفي مقدمتها بالطبع ملف مياه النيل وملف سد النهضة، إضافة إلى ملف الأمن والاستقرار في حوض البحر الأحمر والقرن الإفريقي. كيف ترى أهمية تنسيق المواقف بين البلدين في تلك الملفات؟ هو طبعا ملف التنسيق طبعا بين مصر والسودان في ملف سد النهضة هو تنسيق مهم جدا، والتنسيق احنا شايفينه في الوقت الحالي هو من اجل المصلحة الوطنية بين الدولتين، ومن اجل الوصول الى حل و إطار بين مصر وبين السودان وأثيوبيا أيضا، من أجل عدم الملء الأحادي، ومن أجل التنسيق بين الدول من للوصول إلى حل الحقوق المائية للدول الثلاثة. احنا شايفين ان في تنسيق مهم جدا، ومصر بتؤكد دائما على حق مصر والسودان في مياه النيل وحقها في عدم اتخاذ قرار احادي بين اتخاذ قرار احادي من اثيوبيا في الملء والتشغيل لسد النهضه. وهناك طبعا احنا شايفين التحركات المصريه والسودانيه على كافه الاصعده على مستوى العالم كله من اجل الوصول الى
اتفاق ملزم لأثيوبيا. احنا شفنا ايضا هناك تنسيق قوي بين مصر والسودان من اجل امن البحر الاحمر، شفنا ايضا العلاقات العسكريه المستوره بين مصر والسودان في الوقت الحالي من خلال العمليات التدريبات العسكريه المشتركه اللي بتتم بين مصر والسودان. شفنا في تنسيق امني وتنسيق عسكري بين البلدين لمواجهه التنظيمات والعناصر الارهابيه ومواجهه المحاولات نقل التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود إلى أي جزء من أجزاء السودان أو منطقة البحر الأحمر اللي بتؤثر بشكل كبير على الملاحة، لكن هناك التنسيق الأمني والتنسيق العسكري على أعلى مستوى بين البلدين من أجل تحقيق الاستقرار ومن أجل تحقيق التنمية أيضا، لأن الأمن لا ينفصل عن التنمية في أي دولة من الدول. طب يا فندم، العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين شهدت تطورا كبيرا في ظل عضوية البلدين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبتجمع الكوماسا كمان، كيف يمكن البناء على ذلك التطور لنقل العلاقات بين البلدين لأفاق أرحب؟ هو بالطبع العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان علاقات مهمة جدا، وعمليات التبادل التجاري مهمة جدا، واحنا شايفين ان في تنمية كبيرة في هذا المجال من الطرفين من خلال عمليات التبادل التجاري التي تتم. وطبعا مصر والسودان في تجمع الكوميسا، كل ده بينمي من العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، بينمي من عمليات التبادل أو بيزيد من عمليات التبادل التجاري بين البلدين. احنا في الوقت الحالي طبعا مصر والسودان في عمليات تبادل تجاري بينهم، مصر اعتقد انها بتساهم بشكل كبير في عمليات التنميه الشامله داخل الدوله السودانيه، بتسعى دائما الى تحقيق استقرار تحقيق نماء داخل الدوله السودانيه، تعاطي الخبره من خلال عمليات التبادل التجاري من خلال تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. يعني يا فندم، بالحديث عن التبادل التجاري اللي حضرتك أشرت إليه، مصر والسودان يسعيان لتوطيد العلاقات التجارية فيما بينهما كما حضرتك أشرت من خلال إنشاء مشروعات حيوية اقتصادية مشتركة في كافة القطاعات. في رأيك ما هي أبرز القطاعات التي تنتظر مستقبلا واعدا لتلك الشراكة؟ هو طبعا اهم القطاعات اللي هو قطاع، اعتقد انه قطاع الزراعه، لان احنا عارفين ان السودان بها مناطق زراعيه او اراضي زراعيه كبيره جدا تستطيع ان احنا نستفيد منها بشكل كبير جدا في عمليه العلاقات الثنائيه في مجال التبادل التجاري او عمليات رفع الكفاءه الاقتصاديه بين الدولتين. فمجال الزراعه ده مجال مهم جدا، مجال ايضا التبادل او الاهتمام بالعلاقه التجاريه في نهر النيل وايضا في البحر الاحمر، اعتقد ان كل ده هيكون ليه دور كبير جدا في تنميه العلاقات بين البلدين ورفع الكفاءه الاقتصاديه ورفع عمليات التبادل التجاري بين البلدين. طب يا فندم، الزيارة الخارجية الأولى للرئيس السيسي عقب إعادة انتخابه لولاية ثانية عام 2018 كانت من نصيب السودان، ماذا عكست تلك الخطوة ودلالتها على قوة العلاقات بين البلدين؟ هو طبعا تعكس هذه الزيارة طبعا أو عكست هذه الزيارة دور السودان ومصر في تحقيق الأمن والاستقرار، أن مصر تولي اهتماما كبيرا بالعلاقة مع دولة السودان، وأن دولة السودان الشقيق هي العنصر الاستراتيجي ولا يمكن أن تنفصل عن الدولة المصرية، وأن الأمن القومي للسودان لا ينفصل عن الأمن القومي المصري بأي حال من الأحوال، هو عنصر استراتيجي استقرار السودان من استقرار الدولة المصرية، وأيضا استقرار الدولة المصرية من استقرار السودان، كل ده بيؤدي إلى تحقيق الاستقرار بين البلدين، تحقيق التنمية بين البلدين، وحدد العلاقة والمدينة بين مصر والسودان.
الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي، كنت معنا، شكرا جزيلا لحضرتك. كما ينضم إلينا مشاهدينا الآن السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير، أهلا بك. يعني كيف ترى يا فندم أهمية هذه الزيارة في الوقت الراهن؟ يعني أنا يسعدني جدا هذا أكثر من أي مصري آخر، لأن جيلي هو الجيل الذي هتف طوال الوقت لمملكة مصر والسودان عندما كنا في المدارس الابتدائية والثانوية ثم حتى الجامعة. كان رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية السوداني محمد عبد العزيز، ثم حتى في بداية ثورة 52 المصرية ظللنا دولة واحدة، لكن شاء أخواننا في السودان لأسباب قبلية غير مفهومة لنا أن ينفصل عن مصر، وتم هذا باستفتاء، يعني الأغلبية كانت فيه قليلة جدا. على أي حال، ترك هذا الوباء، وباء القبلية أو الأحزبية تعلو على الوطنية، جعل السودان الذي انفصل عنه ينقسم إلى سودانين، شمالي وجنوبي، لأسباب قبلية أيضا. ثم نحاول أن ندعم هذه الكيانات قدر الاستطاعة، فإذا بكل سودان منهم معرض للانقسام أيضا. إذا نحاول أن نساعد في أن يشعر أبناء السودان، أبناء ليبيا أيضا معرضون لنفس المشكلة، ألا ينظروا إلا إلى راية واحدة وبلد واحد تحت حكومة واحدة وشعب ملتف حوله. مصر من أكثر الوجوه قبولا في البلدان العربية الحمد لله، بل وفي إفريقيا، لأن طول عمرنا نحن نمتلك قوة تحمي ولا تهدد كما وصفها الرئيس عبد الناصر منذ سنوات. والرئيس السيسي قال أن قواتنا لا تستخدم أبدا للعدوان على أحد، بل نحن نحمي الأمة العربية، فالأمن العربي أمن واحد، يعني مصر تهتم به كتهتم بأمنها الذاتي. كل هذا يفسر التواجد سواء الليبي أو السوداني في الاتصالات الأخيرة. لا أنسى أيضا قطر، وسرورنا بأن قطر تعود إلى الملف العربي مرة أخرى، تصبح دولة ذات إمكانيات تستخدم إيجابيا لما فيه صالح الأمة العربية كلها. ماذا عن التعاون العسكري يا فندم في ضوء التطور الكبير الذي تشهده العلاقات بين البلدين في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية، خاصة من خلال التدريبات المشتركة؟ يعني أنا في موقف يمكنني أن أقول لك يا ليت الإعلام يبرز ما يجري في أكاديمية ناصر العسكرية العليا وكليتي الحرب وكلية الدفاع، وأنا حضرت منذ أسابيع قليلة ل30 دولة أفراد قوات مسلحة من أركان حرب والدرجات العليا من 30 دولة إفريقية، وكلها دول يسعدها أن تتعاون معنا عسكريا، بالذات في التدريب في التعليم، ومنفتحون انفتاحا عظيما تجاه مصر ويقدرونها تماما. طبعا السودان ليس غريب عن هذا، وقد قابلت بعض الإخوة من كبار قادة القوات المسلحة السودانية في مصر. كل هذا متاح وموجود، العبرة باستقرار الأحوال السودانية ذاتها، لأن كلما استقرت الأحوال كلما استفدنا من البرامج التدريبية، من المناورات المشتركة، من التسليح. فمصر طبعا رائدة في موضوع التسليح، ونحن ننتج أسلحة أيضا تصدر إلى مختلف البلدان العربية، فهذا بند معروف ودائما ما يلقى اهتمام الدولة. لا أنسى أيضا البند الغذائي والزراعة، لأن الدول العربية كلها تشكو من نقص أو في فجوة في الغذاء، وهذا عيب كبير في وجود دولة زراعية بحجم السودان أو بحجم العراق أو سوريا. لكن عدم الاستقرار في هذه الدول يهدد بوجود فجوة غذائية يعني على مستوى العالم العربي كله، ويا ليتنا جزء من الجهد لضمان الاستقرار السياسي والأمني في السودان أن يؤدي هذا إلى قدرة المستثمر على أن يذهب إلى السودان وأن يتوسع في الإنتاج الزراعي والغذائي، وبهذا نسد فجوة كبيرة جدا
يشكو منها العالم العربي. بالتأكيد الزيارة الخارجية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسي سعادة السفير عقب إعادة انتخابه لولاية ثانية عام 2018 كانت من نصيب السودان، ماذا عكست تلك الخطوة ودلالتها على قوة العلاقات بين البلدين؟ بالتأكيد، لأن هو كما قلنا نحن كنا بلد واحد. صحيح نحن ننظر بمشاعر إيجابية قوية جدا نحو العالم العربي كله، لكن لأن هي الدائرة العربية هي الدائرة الأولى في السياسة الخارجية المصرية، لكنها تبدأ من الدول الدائرة المباشرة، السودان وليبيا. أنا كثيرا ما أحلم، وقلت لكبار قادتنا في سنوات كثيرة، أنا أحلم بتعاون اقتصادي أكثر كثافة، بل بنوع من الاتحاد السياسي والاقتصادي بين مصر وليبيا والسودان، لأنها الدول الجارة المباشرة. أراضي السودان الشاسعة، الثروة الليبية البترولية، والخبرة المصرية التي تمتد لآلاف السنين، هي يعني نموذج للتكامل الذي يمكن أن يؤدي إلى الخير للبلدان الثلاثة. نرجو الله أن تستقر الأحوال في السودان وفي ليبيا، ونعمق أكثر وأكثر في هذا النوع من العلاقات. يعني سعادة السفير، هناك الكثير من الملفات والقضايا الإقليمية التي يعد تنسيق مواقف البلدين بشأنها أمرا حيويا، في مقدمتها ملف الأمن والاستقرار في حوض البحر الأحمر والقرن الإفريقي. كيف ترى أهمية تنسيق المواقف بين البلدين في تلك الملفات؟ مصر تنعم بأن لديها جيش ذو ذراع تمتد من مدخل البحر الأحمر وموضوع شرق البحر المتوسط، وهي ذراع قوية تستطيع أن تغطي هذا كله. والبحرية المصرية شيء نعتز به، ومؤخرا ازداد دعم مصر لقواتها البحرية، وصارت من أقوى القوى البحرية الموجودة في المنطقة. يلزمنا طبعا أن نتعاون مع السودان، بل مع الصومال، بل مع السعودية واليمن من الناحية الأخرى للبحر المتوسط. مجموعة البلدان العربية المطلة على البحر الأحمر بالتأكيد شيء مهم في قلب السياسة المصرية. لا ننسى الأردن أيضا، لأنه يطل على ميناء العقبة في الخليج العقبة على البحر الأحمر. كل هذه بلدان نتعاون معها بشدة، لأن أمن البحر الأحمر معناه أمن قناة السويس ومصر، والحمد لله أننا حافظنا عليه بكل قوة وكفاءة. السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا، شكرا جزيلا لحضرتك. العلاقات المصرية السودانية مشاهدينا على الصعيد الاقتصادي تطورت خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع تطوير وإعادة هيكلة خطوط السكك الحديدية بين البلدين، والتي سهلت حركة التجارة، بالإضافة إلى الطريق الساحلي بين مصر والسودان. تنازلية ومتشعبة في الاتجاهات والمجالات كافة، يزكيها نهر النيل، ذلك الشريان المتدفق من الخرطوم إلى قلب القاهرة. فالعلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والسودان شهدت تطورا كبيرا في ظل عضوية البلدين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبتجمع الكوميسا. ويسعى البلدان إلى توطيد العلاقات التجارية فيما بينهما من خلال إنشاء مشروعات حيوية اقتصادية مشتركة في كل القطاعات، حيث يقدر حجم الاستثمارات المصرية بالسوق السودانية بنحو 10 مليارات و100 مليون دولار طبقا لإحصاءات عام 2017 توزعت على 229 مشروعا. على الجانب الآخر، تعمل في مصر 315 شركة سودانية تتوزع استثماراتها بين الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات التمويلية وقطاعات الإنشاءات والسياحة والاتصالات. ومن أهم الصادرات المصرية إلى السودان المنتجات البلاستيكية والحديد والأسمدة والزجاج، بالإضافة إلى المنتجات الورقية، فيما تستورد مصر من السودان البذور والفواكه الزيتية والحيوانات الحية واللحوم. وفيما يخص أهم المشاريع المشتركة بين البلدين، يبرز بناء الطريق الساحلي بين مصر والسودان بطول 280 كيلومترا، ومشروع طريق قسطل ووادي حلفة وطريق أسوان وادي حلفة دنقلة، بالإضافة إلى تطوير وإعادة هيكلة خطوط السكك الحديدية لتسهيل حركة نقل البضائع والأفراد. كما يأتي مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان كمشروع رئيسي في التعاون التنموي بين البلدين.
وفي المجال الزراعي تبرز مشروعات استراتيجية لاستصلاح الأراضي، من بينها 100,000 فدان في ولاية النيل الأزرق، ومشروع مصري لإنتاج اللحوم في ولاية النيل الأبيض، وكذلك مشروع للملاحة المصرية السودانية بين مينائي أسوان وحلفة لنقل البضائع والأفراد والسياحة. وينضم إلينا هاتفياً الآن الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح النور على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. يعني يا فندم، العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين شهدت تطوراً كبيراً في ظل عضوية البلدين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وبتجمع الكوميسا أيضاً. كيف يمكن البناء على ذلك التطور لنقل العلاقات بين البلدين لأفاق أرحب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نقول طبعا في ظل الأزمات والصدمات الاقتصادية المتعاقبة واللي يمكن تأثيرها سلبي على كافة دول العالم، أصبح الأمر المتعلق بالتكامل الاقتصادي الإفريقي وبالأخص لما يكون دول عربية ما بينها علاقات تاريخية وهناك كمان علاقات اقتصادية متميزة، فبالتالي جزء مهم جدا ان يحصل نوع من انواع التكامل. مصر لديها مزايا نسبيه في عديد من السلع التي تحتاجها السودان، ونفس الامر بالنسبه للسودان لديها ميزه نسبيه في عديد من السلع التي يحتاجها الاقتصاد المصري، ويمكن حتى بالاخص الجزء المتعلق ب توفير اللحوم والأمن الغذائي في ظل الارتفاعات اللي حصلت في عديد من السلع الأساسية والغذائية على مستوى العالم. فبالتالي التعاون في مصلحة الجميع وبالأخص في الوقت الراهن، وكمان إن دوت يبتدي يذهب هنا الجزء آخر طويل الأجل مرتبط بالاستثمارات المشتركة، واللي يمكن كنا شفنا عديد من المشروعات سواء كانت جزء منها مرتبط باللوجستيات والنقل، أو حتى بعد كده جزء آخر مرتبط بمشروعات الطاقة متمثلة في الربط الكهربائي ما بين مصر والسودان. وبالتالي هي يعني علاقات جيدة، علاقات بتتميز كل فترة بأنها بيضاف لها المزيد من النجاحات على المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي. يعني بالحديث يا فندم على المستوى السياسي، كيف تقيم مستوى العلاقات بين مصر والسودان، خاصة وأن السودان يعتبر امتدادا طبيعيا لعلاقات مصر وهي علاقات أزلية وتاريخية؟ أكيد طبعا، يعني ما أمن السودان من أمن مصر وأمن مصر من أمن السودان. العلاقات هي علاقات تاريخية وعلاقات ممتدة، ويعني الفكرة الأساسية ان دايما مصر كان ليها دور مهم جدا خلال السنوات والعقود الماضيه المرتبطه بالحفاظ على امن السودان في عديد من المواقف، وده بياكد ازاي ان الروابط التاريخيه ما بين الشعبين هي روابط قويه ولا تتاثر باي ظروف مهما كانت. لان يمكن احنا حتى على مستوى السياسي في مصر عدينا بفتره صعبة جدا من عدم استقرار سياسي وعدم استقرار الأمني، وأيضا السودان مرت بفترات صعبة في تاريخها السياسي، لكن العلاقات الطيبة بين الشعبين هي أكيد اللي بتضغى. وكمان إزاي إن إحنا شايفين
في الفتره الحاليه التفاهم الواضح جدا ما بين القياده السياسيه في مصر والقياده السياسيه في السودان، وده اكيد اللي بينعكس بشكل ايجابي على العلاقات الاقتصاديه وعلى الاستثمارات المشتركه وعلى زياده لمعدلات التبادل التجاري ما بين الدولتين. بالتاكيد يا دكتور، يعني مشاهدينا كان معنا دكتور علي الادريسي استاذ الاقتصاد. دائما ما تسعى مصر إلى تعزيز التعاون مع كافة الدول العربية الشقيقة، والعلاقات السياسية المصرية السودانية خير دليل على ذلك. فرغم أنها علاقات تاريخية إلى أنها زادت قوة ومتانة في السنوات الأخيرة. التفاصيل في التقرير التالي. مصر دائما على علاقات الأخوة والتضامن مع السودان، وأنها علاقات استراتيجية بالغة الأهمية للبلدين على كافة المستويات، وهو ما انعكس من خلال الزيارات الرئاسية المتبادلة على فترات متقاربة. فخلال المرحلة الانتقالية في السودان، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارا على الموقف المصري الاستراتيجي الداعم لأمن واستقرار السودان، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في مختلف الملفات محل الاهتمام المتبادل، وذلك في ظل الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل. فيما أكد الفريق البرهان رئيس المجلس السيادي السوداني متانة الروابط التاريخية المتأصلة بين مصر والسودان، مشيدا بالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان ومؤازرته للنجاح في المرحلة الانتقالية الراهنة، وكذلك بالجهود المتبادلة لتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين. هناك الكثير من الملفات والقضايا الإقليمية التي يعد تنسيق مواقف البلدين بشأنها أمرا حيويا لصالح الشعبين والأمة العربية والقارة الأفريقية والمنطقة بكاملها، في مقدمتها بالطبع ملف مياه النيل والتعاون بين دول حوض النيل لصالح الجميع، إضافة إلى ملف الأمن والاستقرار في حوض البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وملف التنسيق بشأن القضايا الأفريقية سواء من خلال الاتحاد الأفريقي والمنظمات القارية والإقليمية الأخرى، أو من خلال التعامل مع بعض القضايا المؤثرة مثل مكافحة الإرهاب والتطرف وغيرها. روابط أزلية تربط البلدين الشقيقين تؤكد العلاقات التاريخية ووحدة المسار والمصير بين شعبي وادي النيل. فالسودان يمثل العمق الاستراتيجي الجنوبي لمصر، لذا فإن أمن السودان واستقراره يمثلان جزءا من الأمن القومي المصري. مشاهدينا الكرام، تابعنا مع حضراتكم مراسم الاستقبال الرسمية لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في مستهل زيارته إلى مصر، وفي ضوء العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين قيادة وحكومة وشعبا، وعنوانها الروابط التاريخية والمصالح المشتركة. نشكر لكم حسن المتابعة.